محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. تفضل يا فندم. الحقيقة الأول بشكر حضرتك على هذا التقرير، وطبعا إحنا يعني أكيد بنلمس كل ما يشعر به المواطن، وطبعا إحنا بنتكلم على قطاع زراعي، والقطاع الزراعي بيتأثر بالعديد من المتغيرات. أي فندم. فأهم متغير فيهم هو التغيرات الجوية أو التغيرات المناخية. ويمكن ده إحنا عشان كده بنبدأ نكثف الجهود دلوقتي علشان نبدأ نحسن من القدرات ونشوف حجم الجهود اللي الدولة استثمرت فيها في قطاع الصوب والعديد من القطاعات وتطوير الري ومبادرة توفير التمويل لتحديث الري وتحديث النظم الزراعية للفلاحين بدون فايدة وعلى 10 سنين، كل الكلام ده الهدف منه ان احنا نزود حجم المعروض، وده بيحدث بالفعل، وبنشوف في مواسم الانتاج بنشوف حجم كبير جدا من المعروض. ويمكن بعض البرامج كانت في فترة قريبة فاتت كانت بتتكلم على ان الفلاحين او بعض اخواتنا المزارعين بيتضرروا ان الاسعار كانت اقل، ما كانش ده السعر العادل بالنسبة لهم، فطبعا ده كان بيأثر بشكل او باخر عليهم. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على فاصل بين العروض، الفتره دي هي فتره مش فتره انتاج، انما فتره وجود الزراعه في الارض. طبعا احنا لازم نحاول نطور من الادوات الموجوده، وبالفعل احنا بنشتغل على ده من خلال بقى يكون عندنا تصنيع زراعي، ادوات لتحسين التبريد وسلاسل الامداد وسلاسل توفير المنتج وسلاسل وصول المنتج بين المنتج والمستهلك. شفنا اطلاق العديد من المنصات الالكترونيه اللي تقدر تربط المستهلك بالمنتج مباشرة، وبالتالي مش هيبقى فيه فرق الأسعار اللي موجود. بنشوف تنسيق مستمر بيحدث مع الغرف التجارية ومع الشعب التجارية الخضر والفاكهة، وده بهدف ان احنا نبدأ نعرض ونوفر قدام المواطن بدائل متعددة. بنشوف العربيات والمنافذ اللي بتوفرها الدولة لكل الإخواتنا المواطنين في كل المناطق. احنا نفسنا في وزارة الزراعة عندنا أكثر من 400 منفذ بنضخ فيهم كميات مستمرة من السلع والخضر، وكمان عندنا عربيات بنبدأ ننزلها ونساعد أو نتواجد في المناطق اللي بيبقى فيها احتياج بشكل أو بآخر. كمان منافذ وطنية، منافذ أمان. الدولة ككل بتهدف إلى زيادة حجم المعروض والمتاح قدام المواطن المصري عشان يخلق حالة اتزان في السوق. طبعا ده كمان إحنا لازم نكون كشعب عندنا برضو ما نمشيش وراء الشائعات، ما نرددش الشائعات، لأن أحيانا بعض ضعف النفوس ممكن يستغلوا شائعة أو يستغلوا معلومة بتلقى إلينا بشكل أو بآخر عشان يتحكموا في الأسواق أو يحطوا شكل أو آخر يؤثر على جودة المنتج أو سعر المنتج اللي المواطن هيحصل عليه. يا دكتور، تحت أمرك يا فندم. هل العروات دي إحنا مش عارفين موعدها ولا عارفين؟ طبعا معروف عروتها يا فندم ومعروف المواعيد بتاعتها. واحنا عندنا مثلا زي الطماطم، احنا معروف عندنا طول السنه تقريبا بننتج طماطم، يبقى عندنا فاصل بين العروات شهر او اتنين. طيب احنا بنحل الموضوع ده ازاي؟ احنا دلوقتي الدوله اخذت المبادره وانشات 100,000 فدان صوب زراعي. ده عشان ايه؟ عشان الصوب الزراعي بنقدر نتحكم فيها في الفواصل بين العروات، نقدر ننتج فيها في هذه الفترات. اكيد الكلام ده هيكون له مردود ايجابي خلال الفترات اللي جايه، لكن الدوله بدات واخذت جهود وضخت استثمارات ومليارات. فدان الارض الواحد يا فندم بيستصلح باكثر من 200,000 جنيه. علشان نقدر نوفره ويقدر يزرع. الصوبه الواحده بتكلف ملايين من الجنيهات علشان تقدر توفر انتاج للمواطن المصري. ففي النهايه الدوله واخده اجراءات قويه واجراءات صارمه، مش بس لزياده حجم الانتاج وانما ايضا لتوفير سلاسل الامداد، وده يعني احنا بنتواصل فيه بشكل مستمر وبتنسيق مستمر مع القطاعات المعنيه، سواء وزاره التموين والتجاره الداخليه، سواء الغرف التجاريه المعنيه في الدولة المعنية بالخضر والفاكهة، علشان نقدر نوفر للمواطن ونحسس المواطن بالجهود اللي بتقوم بها الدولة. دكتور، لو احنا بنتكلم على الطماطم، طب باقي الخضار والفاكهة، طب ايه دول نتعامل معهم ازاي؟ والناس بتتكلم على الكل، مش طماطم بس، تكلموا على كل حاجة انه في ارتفاع. طب انتوا كوزارة رصدين الارتفاع ده ولا مش رصدينه؟ طبعا احنا بشكل مستمر بنبدأ نرصد الأسعار، ولكن هو في النهاية تنظيم الأسواق الداخلية لها إدارات أو لها شعب متخصصة فيها، احنا كمان بنساعد فيها بشكل كبير جدا. زي ما قلت لحضرتك احنا بنوفر منافذ وبنبدأ ننسق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بننسق مع منافذ أمان، بننسق مع منافذ وزارة التموين علشان نوفر قدام المواطن بدائل يقدر يلاقي الأسعار بأسعار يعني متفاوتة. مش كله بيبقى سعر واحد، مش كله بيشعر بنفس مستوى الأسعار يمكن اللي موجود في منطقة. يا دكتور احنا جايبين سوق العتبة سوق شعبي، انا ما رحتش مناطق لمدينة نصر ولا الدقي ولا المساحة ولا اكتوبر، انا رحت سوق شعبي في العتبة اللي هو الطبقة المتوسطة والطبقة يعني كده. طبعا وده يعني لو رحنا اماكن اخرى هنلاقي ال 25 بقت 40 او بقت 35. وده يخلينا مثلا فضل. وده يخلينا مثلا لو بنتكلم على البطاطس يا زحمة، هنلاقي ان احنا كنا من شهرين او ثلاثة فاتوا القنوات الاعلامية وبعض الناس كانوا بيتكلموا على ان
الفلاحين محتاجين ان هم يزودوا الاسعار شويه، لان السعر بتاع الطماطم كان اسف البطاطس او الطماطم او ما الى ذلك كانت اسعارها في متناول يعني اخواتنا المصريين كلهم بالكامل يقدروا يشتروها، ده كانت الاسعار ما بتجيبش جنيه كمان. فده في وفره في المعروض طبعا. احنا انهي وفره فين يا فندم؟ في فترات الانتاج بيكون في وفره كبيره في المعروض. طبعا احنا محتاجين نزود بقى من سلاسل التصنيع الزراعي، وده بننسق فيه مع الغرف التجاريه علشان يفضل عندنا اليات للحفظ. طبعا المنتج الزراعي اذا ما قعد فتره طويله ممكن يتلف، فاحنا دلوقتي لما لازم يكون في سلاسل امداد، سلاسل تبريد، سلاسل تصنيع مختلفه علشان يبقى في اتاحه والمواطن يعرف يلاقي بدائل للمنتج الطازج اللي كان بيشتريه، يبدا يلاقي له بدائل يقدر ان هو يشتريها ويكون متاحه قدامه باسعار مناسبه. احنا بالفعل نجحنا في اليات ان احنا نلاقي عمليه التكفيش، نلاقي سلاسل التبريد بدانا نوفرها. مش بس كده، احنا كمان بنربط زي ما قلت لحضرتك المنتج بالمستهلك من خلال احنا انشانا منصات الزراعيه لبيع منتجات صغار المزارعين بشكل مباشر للجمهور. يعني شفنا منصه اكل مصر، شفنا العديد من المنصات اللي بتطلقها وزاره الزراعه هدفها ان هي تحقق ربح مرضي للفلاح وتربطه بشكل مباشر للمستهلك، لان الفلاح قد يكون مش بيبيع بنفس السعر اللي بيحصل عليه المستهلك، ولكن الهدف من ده ان احنا عايزين نقلل من الحلقات الوسيطه في النص، وبالتالي يشعر المواطن بمتوسط الاسعار او حجم الاسعار اللي موجوده في السوق او السعر الحقيقي اللي بيبيع بيه.